مشاهدينا بشهر رمضان وتحديدا لما نبلش الصيام بتكتر حالات المشاحنات والخصام بين الناس، فمنشوف انه نسبة من الناس بتصير عندها حالات نفسية معينة، انزعاج، غضب، انفعال، ضيقة اخلاق، ربما لاسباب منطقية او لاسباب مو مستاهلة ابدا نكبرها، وكل هيدا الشيء اكيد رح ياثر بشكل سلبي علينا. فقد ايه مهم يا رشا نحن اليوم نعرف كيف نضبط مشاعرنا السلبية، كيف نتحكم فيها، كرمال بالدرجة الاولى نحافظ نحن على سلامنا النفسي وكرمال ما نأثر على الأشخاص اللي حوالينا. أكيد هذه اليوم مو ذنب الأشخاص اللي حوالينا أنه نحن اليوم صحيح. صايمين. نسمع جملة عبارة كتير مهمة بالشهر الكريم، اللهم أني صائم أو لا تحاكيني أنا صايمة. صحيح. بعد الفطور بنحكي أو بنتحاسب، يعني هدول التهديدات فيما بعد. طيب اليوم هذا الجهاز الهضمي أيضا دخل عليه تغييرات النفسي، أكيد حيكون له تأثير سلبي، ولكن إحنا قادرين اليوم نتحكم بالقصة بشكل كتير جيد. كرمال هيك حنروح لضيفتنا لنعرف أكثر كيف قادرين نضبط أعصابنا بهذا الشهر، كيف نحن قادرين نخلينا نكون بسلام نحن والأشخاص اللي حوالينا. وضيفتنا لليوم هي الأستاذة حلا الشيخ، مدربة تنمية ذاتية. سعد صباحك. صباحكم يا رب. صباح النور. رمضان عليكم يا رب. صايمة اكيد ان شاء الله. رب تقولي اللهم اني صايم؟ لا الحمد لله لا، انا بعرف ضابطه مشاعري صح. اهلا وسهلا فيكي استاذه حلا، وكل عام وانت بالف خير. خلينا بدايه عم نحكي عن موضوع كثير مهم ومنتشر اكيد بين كل الناس، هي المشاكل والانفعالات والخصومات يمكن بتبلش من البيت قبل ساعات الفطور وتمتد صح. اكيد لخارج البيت. خلينا بدايه نوضح للمشاهدين الاسباب يلي بتؤدي اليوم للمشاعر السلبيه خلال شهر رمضان المبارك. هلا اول شيء هي معنا سبب انه حاله الصيام يعتبروها اليوم الناس هي سبب لضيقه الاخلاق والانزعاج، لا هي معنا سبب، هي المثير اللي خلى المشاعر تطلع. نحن بنعرف اليوم اغلبنا انه في عندنا مشاعر نحن عم نختبرها خلال النهار او خلال الاحداث المتعرض لها، فالناس جهله كيف تتعامل مع مشاعرها، هذا الشيء بخليها اما تقاومها او تثبت مشاعرها او تهرب منها. ففي نوع من الهروب هو الناس بتخدر مشاعرها عن طريق الاكل. فلما ببلش عمليه الصيام هي عمليه تشافي جسدي ونفسي عميقه. صحيح. على مستوى الجسد المادي بنعرف انه الخلايا المريضه، الخلايا النشيطه والسليمه تلتهم الخلايا المريضه. أكيد. وعلى الصعيد الجسد النفسي بيعمل تحرر من هي المشاعر السلبيه اللي كانت عم تنكبت، فلانه بينقطع الاكل الجسد بيتزلزل، فبتبلش تطلع هالمشاعر لحتى تعبر عن حالها ومتحرر منها. تمام. لهيك بتزيد بالشهر الكريم، يعني بنشوفها بتزيد نسبه كثير كبيره عند الناس، ولكن مثل ما قلنا في حدا اليوم قادر يكبح هذا النفسيه تماما نوعا ما. خلينا نقول طيب خلينا نروح لنشوف اليوم شو الطرق المناسبه، يعني اليوم انا صيامي يكون من قلبي من روحي ما يأثر لا علي ولا على الأشخاص اللي حواليه. أول شيء أنا بدي يكون واعي لأنه كمان نحن خلال فترة الصيام عم نطلع من منطقة راحة، أنه نحن كنا متعودين على شيء ودخلنا بشهر رمضان المبارك وبلشنا صيام، فطبيعي أنا أحس بهي المشاعر اللي هي أنه أنا كنت متعود على شيء أني عم آكل كل النهار، إجيت هلا على روتين جديد فطبيعي تطلع هي المشاعر. أول شيء بدي يكون واعي كيف أتعامل مع هي المشاعر، ما ضل عم أهرب منها وأثبتها أو روح صير فرغها بالناس. هي وين المشكلة؟ هي كل الناس اليوم عم تنفس وتفرغ، بس كيف اليوم الناس عم تفرغ بالعياط والصراخ والغضب، ولانه الناس ما بتعرف تتعامل مع مشاعرها بالاساس، فلهيك هي اليوم بتيجي بتعبر عنها بهي الطرق السلبيه. اول شيء بدي اتقبل هي المشاعر، بدي يكون واعي اني انا هلا بمرحله صيام طبيعي تطلع هي المشاعر، بدي اسمح لها انها تتحرر وتتحرر منها انا كمان يعني. طيب خلينا نتوسع اكثر بالموضوع ونوضح قد ايه ممكن اليوم هي المشاعر السلبيه او الطاقه السلبيه الموجوده اليوم عند الصائم تاثر على حياته بشكل عام. اكيد كثير بتاثر لانه نحن اليوم هي المشاعر السلبيه اللي ما عم نفرغها ونعبر عنها عم تتخزن جوا جسمنا، فهذا الشيء عم يكون دعوه مفتوحه لكل الامراض. قديش اليوم نسمع انه اغلب الامراض جذره نفسي، شو يعني نفسي؟ يعني مشاعر، يعني الحاله النفسيه هي اللي عم تتحكم اليوم بمزاجنا بانتاجنا بعلاقاتنا بتواصلنا مع المحيط. فاليوم نحن لازم كثير نتعلم فن ومهاره اداره مشاعرنا. كرمال نتعلم هي المهارة، نحن اليوم في أساسيات مفروض نشتغل عليها، في مهارات مفروض نحن نمتلكها. إذا حبينا هيك اليوم نخفف من عبء الصوم من هذا الضغط وروح لبعض النشاطات اللي ممكن نحن تاخذ وقتنا، ممكن تعيشنا بهذا السلام، ممكن بجوز اللجوء للقرآن الكريم، للقصص، للنشاطات، للجمعيات الخيرية، ممكن هدول كل القصص كلها ممكن يعني يكون تأثيرهم جدا إيجابي علينا. أكيد بتأثر. هلا
اليوم الشخص لما بيكون واعي انه انا اوكي عم اختبر مثلا مشاعر سلبيه، فبروح بلجا لطريقه انا نفس فيها هي المشاعر. ففي ناس فعلا بترجع للعبادات والروحانيات، هذا الشيء بيخليه نفسها اهدى، قدرانة تتحكم بمشاعرها، قدرانة تضبطها. في ناس لا بترجع للطبيعه، في ناس بترجع للرياضه، الرياضه كثير بتساعد على هذا الشيء. اوقات في ناس بتلجا للتامل، انه انا خلص بعيش بس هيك 5 أو 10 دقائق هدوء وتامل مع حالي لحتى اسمح لهي المشاعر انها تروح. المهم انه الانسان يكون واعي، يعني إن اذا انا واعي انه انا عندي مشاعر سلبيه وبدي افرغها بطريقه امنه وصحيه، فالامور هيك بتكون كثير تمام، لانه ما فيني الغي وجود هي المشاعر. تمام. وحتى يمكن نوعية وطبيعة النظام الغذائي اليوم، إن كان على الفطور أو السحور، كمان بتأثر على مشاعرنا اليوم، ممكن تخليها سلبية وبنفس الوقت ممكن تكون إيجابية. في أطعمة معينة ممكن نحن نبعد عنها خلال الشهر الكريم أو لا نحن ناخدها أكثر؟ إيه أكيد، لأنه نحن بنعرف إنه النفس والمشاعر بتأثر صحيح. بالجسد، والجسد بيأثر على هذا الشيء. يعني نحن أوقات لما بنشعر بالمشاعر السلبية هذا الشيء بيطلع بجسمنا، بتزداد ضربات القلب، أوقات نحن بنحزن، أوقات بنبكي، أوقات بنشعر بحالات من الأرق والقلق. فبدنا ننتبه كثير لنوعية الطعام. أكيد الأطعمة الدسمة أو التخمة بالطعام، إنه أنا من لما بفطر للسحور وأنا عم آكل كل الوقت، عم آكل كل الوقت، هذا طبيعي بده يأثر على مشاعري، لأنه أنا قلت إنه الأكل العاطفي هو نوع من الهروب من مواجهة المشاعر. صحيح. فأنا بشهر رمضان عم كون بمواجهة حقيقية مع مشاعري، فلحتى أتحرر من هي المشاعر أنا بدي وازن بوجبات الأكل اللي عم آكلها، وبدي انتبه لنوعية الأكل اللي عم آكله. جسمي بيكون عم يحتاج ألياف، عم يحتاج فيتامينات، عم يحتاج عناصر مهمة هي انفقدت خلال عملية الصيام، فأنا لازم أرجع وازن وغذي جسمي بهي العناصر الكتير مهمة. ودي اليوم إذا كان في مكبت قبل هدول الشهر الكريم يعني فبتجي القصة كاملة، يعني هو كله بيطلع بشهر رمضان. بس قد اليوم الواحد يعني مفروض أو حلو يكون متفهم ذاته، يعني أنا بعرف أنا حدا عصبي وصايم اليوم، بعيد شوي عن الناس، ما كتير احتك بشغلي بالناس، قد اليوم الواحد يتفهم شخصيته. صح، هو كتير مهم. وليش أنا ما باخد شهر رمضان تكون فرصة تدريبية إلي أنا؟ يعني أنا بعرف حالي إنسان كتير عصبي وخلاقي ضيقة، فلما بيجي اليوم أنا بدي فوت بعملية الصيام، ليش ما بحط نية إني أنا غير هاي السلوك، أو غير تعاملي مع هاي المشاعر، أو غير ردات فعلي. اليوم الناس مشكلتها ليش ما عم تتغير؟ لأنه الاستجابة نفسها، ردات الفعل نفسها. فأنا ليش ما بغتنم الفرصة وبستثمر طاقة هذا الشهر الكريم وبحط نية إني أنا غير هذا السلوك، أو غير ردة فعلي واستجابتي للمواقف اللي بتعصبني، إني يكون أهدى، فكر قبل ما أتصرف، وازن كتير منيح بين أنا بشو عم فكر بشو عم أشعر لحتى تطلع مني ردة فعل متوازنة. أدي مهم اليوم لما نحكي عن العصبية والانفعال نحنا نركز على الأشخاص أو اللي قاعدين معنا بالبيت، أهلنا إذا كان عندهم أمراض مزمنة، إن كانت من ضغط أو أي أمراض بالقلب، أدي لازم ننتبه إلهم ونحاول قد ما فينا نبعدهم عن العصبية عن الاكتئاب، كرمال هذا الشيء يمكن ما يأثر على صحتهم. ايه صح، ما هو اليوم الشخص اليوم لما بده يكون هو واعي مع مشاعره وعرفان يتعامل معه بده يكون نموذج للي حواليه، وطبيعي انهم يتاثروا. فالشخص اللي فهمان حاله رح يقدر يفهم الاخرين، والشخص اللي عم يتعاطف مع حاله رح يقدر يتعاطف مع الاخرين. فانا اليوم خلص بكون مركز على حالي، متوازن، عارفان كيف اتعامل مع مشاعري، افهم مشاعر الاخرين، اتعاطف معهم، مثلا ما اكون عرضه انا انه اذا هن مثلا معهم امراض وهيك بكون انا اسا عم زيد عليهم حاله المرض، لا بدي يكون جانب داعم متعاطف معهم مقدر هذا الشيء عندهم. طيب انا لا اعمل كل هدول، مفروض يكون في شيء انا ساوي، يعني انا اتصالح مع نفسي. اليوم في شيء حلا نحن قادرين نساوي نفرغ هاي المشاعر السلبيه بعيدا عن الناس، نفرغ هذا الكبت بهذا الشهر من دون ما نتشنج، يعني خلينا نقول ناثر سلبي على الناس اللي حوالينا؟ في شيء تدريبات يعني للشخص بينه وبين نفسه؟ اليوم نحن لازم نمتلك فن كثير مهم، هو فن اداره المشاعر، اللي هو فن الذكاء العاطفي. يعني نحن اليوم قلت نحن عم نشهد فترات عم نختبر مشاعر توتر وضغط نفسي كثير عالي، فانا طبيعي اليوم يكون عندي مهارات اقدر اتعامل مع حجم هي الضغوطات والتوتر اللي انا عم عيشه. فلما انا بيجي بشهر رمضان هي الطاقه لازم تهدى. ليش؟ لانه انا خلص بعمليه صيام، فالواحد ما له خلق يحكي، صمت اغلب الوقت. فهون انا بدي اكون واعي انه انا عم فرغ هي المشاعر، بس اسمح لها انها تروح وعيش هيك حالات هاديه مع حالي. ممكن اعمل تامل، اعمل تنفس عميق، اتمشى، اقعد مع ناس بيعطوني عن جد طاقه ايجابيه. هذا الشيء بيساعدني اني انا كيف عن جد اني ادرب حالي واتعامل مع مشاعري بطريقه صح. صحيح، بس يمكن هو احيانا حاجة لدعم من المحيط يلي حواليه، بيقولوا لك احيانا انه خلص معصب متضايق مزعوج اتركوه لحاله بيروق. قد ايه هذا الشيء غلط احيانا ممكن ياثر سلبا عليه؟
هلا اوقات بيكون صح واوقات بيكون غلط. بيكون صح لما انا اوكي اول فتره الغضب او فوره المشاعر طبيعي اترك الشخص لحتى تهدى مشاعره لحتى ارجع اتواصل معه، بس نحن اوقات وهو معصب هو ليش شو بك شو صاير معك لك روق لك ما في شيء بعصب، ما هو انا عم تزيد حاله العصبيه ما بتقبل كلمه ابدا لانه انت معصب عم تقول له ليش معصب فكيف رح يكون جوابه صحيح. فانا لا المفروض اني اتركه لحتى تهدى مشاعره وبعدين برجع بقدم له الدعم انه اذا صاير معك شيء بتحب تحكي لي انا بسمعك موجود. بس في ناس حساسين بهي النقطه كثير يعني بتشعري انه في ناس ممكن تكوني انت كثير بتعني لهم فوقت بكون انا بحاله نفسيه سيئه او عندي مشكله او معصبه شفتك انت تركتيني انت بجوز نيتك كرمال اهدى ولكن انا احسبها نقطه سلبيه انه اليوم حلا ما سالتني شو ابني معناتها انا ما بهم حلا يعني قد ايه اليوم نحن نراعي كمان نفسيه الشخص بهي القصه يعني بجوز بهذا الشخص بهالفتره بحاجه للاحتضان اكثر من انه الواحد يبعد عنه. اكيد هو بحاجه فتره احتواء بس الشخص لما بيكون واقع تحت ضغط اي مشاعر هو المفروض ما يفكر ويلوم وينتقد، نحن بنكون زعلانين ومتحسسين ومزعوجين وقاعدين عم ننقد الناس واللوم والعاتب وعتبانين ليش ما وقفت جنبي، فانا طبيعي هون بدي اهدى شوي بعدين اذا حسيت الشخص اكيد رح يبرر لي نيته انا تركتك لحتى تهدى ما فيني حاكيك وانت معصب وانت عم تختبر هي المشاعر السلبيه، بس هو ما تركني بالحقيقه يعني هو خلص سالني وراح ورجع يعني تركني فتره مع حالي. ودائما يمكن قبل ما يبلش شهر رمضان المبارك بيكون الانسان تعبان خلال الشهور الماضيه اجى هيدا الشهر خلص هو بده يكون فرصه للسلام للطمانينه للسكينه كيف ممكن نحن اليوم نستغل ما تبقى من الشهر لحتى نحصل يمكن على السلام النفسي الداخلي كرمال ينعكس على بقيه نهارنا وبقيه حياتنا. اول شيء انا بدي اكون واعي انا ليش صايم، نحن اليوم اغلب الناس عم تصوم ما انا حاطه نيه حقيقيه وصادقه للصيام. ثاني شغله والاهم اني انا طبيعي تطلع معي المشاعر السلبيه، هذا الشيء ما انه ابدا عيب وما انه شيء ما انه طبيعي، ولا تتهربوا انه من الصيام بحجه انا ما فيني اعصب ما فيني صوم لاني معصب، ما فيني صوم لانه خلقي ضايقه، لا هي طبيعي هي المشاعر وبتطلع انا بتقبلها بسمح لها انها تروح، بحاول اعمل طقوس تخفف عندي هي حده المشاعر، بتامل، بتنفس، بروح مثلا بمشي بتمشى يعني بعمل اي شيء يخفف حده هي المشاعر بحيث ما تسيطر علي وتخليني اهرب من المسؤوليات والالتزامات. وإذا في بيئة داعمة مناسبة أنا خرج إني أقعد معه بترفع من طاقتي ليش لا، بالعكس هذا الشيء بيساعد. صح. وين هاي البيئة؟ نحن بدنا ننتقيها اليوم، هي اختيارية صارت اليوم. أحيانا يعني الإنسان بيضطر يخلق أخلاق بحياته يعني كرمال كفي هي الحياة. خلينا نروح للأطفال يعني في عنا كمان أيضا قسم من الأطفال بيصوموا يعني طبعاً. وهدول الأطفال ما كتير بيفهموا مشاعرهم شو عم بيحسوا هنون شو هي التغييرات اللي طرأت على إن كان جهاز الهضمي أو النفسي يعني هل اليوم في معاملة خاصة للأطفال أيضا؟ أكيد يعني تمام هذا الشيء بيوقع على عاتق الأم، هي لازم تفهموا شو يعني الصيام وليش نحن منصوم يعني هي كمان تحببه وترغبه. الطفل نحن بنعرف إنه هو كتير بيحب شيء اسمه مكافأة جائزة، فأنا لما عم فهم ابني عملية الصيام إنه لك مكافأة عند رب العالمين ورح يبعث لك هاي المكافأة فهو أكيد رح يتحفز على الصيام وبفهمه بكون واعي أنه أنت ماما طبيعي تتضايق بس حاول تضبط مشاعرك حاول تضبط أعصابك هذا شهر خير شهر محبة أنا ما بصير أذي الناس وعيط عليهم وفرق مشاعري فيهم. هو هون معاملة الطفل دائما بتوقع على عاتق الأم أكثر، هي بدها تكون واعية لهذا الشيء وقدران تصدر له إياه هي إذا كانت الأم فهمانة مشاعر أكيد يعني أكيد. ومن الأطفال خلينا نحكي كمان عن المرأة الحامل قد بدها معاملة كمان حساسة خصوصا نعرف الهرمونات المزاجية يلي بتكون فيها قد ايه لازم ننتبه. ايه اكيد كمان هون لانه هي يعني العبء عليها عبئين، عبء انه هي عم تمر فتره حمل واجت كمان عمليه الصيام، فاذا هي عندها القدره والاراده فهذا الشيء اكيد مبارك يعني الى اجر وثوابه، اذا هي ما بتقدر فاكيد معذوره يعني، بس اكثر شيء هي بتكون عرضه لانه هي عندها خربطه هرمونات فيمكن بين كل ساعه وساعه حاله مزاجيه مختلفه فكمان لازم اقدم العذر واحتوي هذا الظرف اللي هي عم تمر فيه واقدر مشاعرها. طيب خلينا نروح لبعض الأخطاء اللي نحن مفروض نبتعد عنها بالشهر الكريم مع أنه نحن اليوم متفقين أنه هو شهر لتهذيب النفس والصحة بشكل عام. اليوم في أخطاء نتخلص منها إن كان على الصعيد النفسي يعني شو أهم شيء نحن مفروض نبعد عنه؟ اول شيء بدي يكون عم وازن بوجبات الاكل، انا ما بقضيها من الفطور للسحور اكل لانه هذا جدا بياثر على نفسيتي ومشاعري. ثاني شغله والاهم اني انا بدي اكون واعي لهي المشاعر واتقبل واسمح لها انها تروح، ما ضل عم قاومها واتصارع معها. ثالث شغله والاهم الشخص لما بيفهم مشاعره وبيتعامل معها صح بيقدر يضبط البوصله هو انه كيف بده يكفي يومه، كيف بده يؤدي مهامه، التزاماته، فالوعي بالمشاعر وطريقه كيف اتعامل مع هي المشاعر هي بتحسيها البوصله وحجر الاساس اليوم لحتى اقدر كفي عمليه الصيام
الصيام وانا عم اشعر بمشاعر سلام، عم اشعر بمشاعر هدوء طمانينه، مو معصب ومعصب على العالم. يعني اهم شيء نعرف كيف نتعامل مع اكثر من احنا نتاقلم مع الموضوع. انت بتلاحظي احيانا اليوم العصبيه بتكون لاسباب كثير بسيطه، ممكن الشخص ما اخذ قهوته الصبح قبل شغله، او ممكن مثلا امتنع عن التدخين والارجيله لمده معينه. قد هي الشغلات كمان بتاثر على مزاجه؟ قلت لك هي بتاثر لانه انا كان عندي منطقه راحه، انه انا كنت عم قوم كل يوم بافعال اعتدت عليها وتالفت معها، فلما بدي اجي بفتره الصيام طبيعي تطلع عندي هي المشاعر، لانه انا خلص تغير روتيني كله، كنت اشرب قهوه الصبح ما عاد فيني اشربها، كنت مثلا دخن سيجاره ما عم بقدر، فهي عمليه ضبط وتهذيب للنفس اكثر ما انه هي عمليه صيام على مستوى الجسد المادي. صحيح. طيب قد ايه اليوم المهم حالا نحن كونه نحن دائما بمنطقه راحه بعاداتنا بطقوسنا بحياتنا، نحن ما ندخل على الشهر الكريم مفاجاه لاجسامنا لانفسنا، يعني قد ايه اليوم مهم التهيئه قبل يعني ولو بفتره جدا بسيطه انا ادخل بنظام جديد بحياتي، او اني انا اكون مستعد لحتى انا انه ابدا عمليه الصيام وانا مرتاح ما تجيني هي التشنجات المشاعريه او الهضميه. نحن اليوم قاعد بينقصنا هذا الوعي شوي، انه انا قبل شهر رمضان انه انا خلص بدي احط النيه، فلازم قبل باسبوع بلش هي، لانه الجسم بيتفاجأ فجاه قطعت الاكل عم بيعيش صدمه، عم لهيك الناس تطلع عندها هي المشاعر عن جد بتحسي هو مصدوم كمان. فانا لازم هي قبل على القليله اسبوع يعني خفف وجبات الاكل، مثلا امتنع عن العشاء اذا كنت بتعشى، في شغلات حاول جرب اني اليوم مثلا ما اخذها ابدا، اليوم مثلا رح جرب ما اشرب فنجانين قهوه، اشرب فنجان واحد، ما ادخن كثير مثلا، حدد الاوقات اللي بدي ادخن فيها، هذا الشيء كثير بيساعد انك انت تعيش جو الصيام ونفسيتك مرتاحه روحانيا نفسيا. اهم شيء كمان اي بتساعدني الروحانيات اني انا اكون نفسي اهدى لحتى كفي بصيامي. تمام، خلينا نروح لنقطه ثانيه، بما انه حضرتك مدربة تنمية ذاتية، ممكن الشخص اللي بيمر بالعصبية وبهي الحالة المزاجية هو يحتاج خلال الشهر الكريم او خلال حياته المدربة التنمية الذاتية او الاختصاصيين النفسيين كرمال يساعدوا بهذا الموضوع؟ قادرين نضبط الاعصاب والتصرفات بهذا الوقت؟ هلا اكيد، بس اليوم الشخص اذا ما هو وعي ولجأ للحل ما في حدا اليوم انه ينصح حدا او هو يمشي او يساعده او ينقذ من هي المشاعر. هي العصبية هي حالة نفسية واغلبيتها بتكون هي مشاعر متراكمة او فوضى المشاعر، انا ما عم اعرف اتعامل مع مشاعري او توقعات ممكن، وهي في جانب هي المشاعر اليوم بتاثر عليها التوقعات، اكيد لما بدي احط توقعات عاليه على الناس اكيد بدي اعيش كثير مشاعر صدمه وخذلان، فانا اليوم لا خلص اليوم انا بدي احط النيه انه انا مثلا بدي ادخل شهر رمضان وبدي احاول اغير هذا السلوك، بدي احاول خفف من عصبيتي، بدي احاول انتبه شو الاشياء اللي عم تزعجني وما عاد خليها تزعجني، واهم شيء انا بدي اغير استجابتي، لانه التغيير هو تغيير الاستجابه، تغيير من جوا. طيب هلا اليوم من خلال عملك ومن خلال الناس اللي حواليك والمحيط، شو اكثر الحالات اللي عم تشوفيها عند الناس؟ يعني اكثر شيء من شو عم بيعانوا؟ يعني اكثر شيء اليوم الناس عم تعاني انه هي ما عم تفهم مشاعرها، ما لكن ما بيفهم مشاعره، لا بيعرف يطلب، لا بيعرف يعبر، لا بيعرف يتواصل، لا بيعرف يحل مشكله، لا بيعرف ياخذ قرار، لا بيعرف شو بده اليوم بالحياه. فاليوم اكثر شيء عم شوفه هو انه الناس ما عم تعرف تتعامل مع مشاعرها. صح، قبل الفطور وبعد الفطور وكان بتخلي لانه في ما في طاقه، بعد الفطور لانه زادت الطاقه كثير يعني، واللي هو الاكل بيخدر المشاعر. طيب الختام خلينا هيك نعطي نصائح سريعة لحتى نضبط النفس ونكون أكثر هدوء بعيدا عن العصبية خلال شهر رمضان المبارك. أول شيء بدي أتقبل هي المشاعر اللي عم تطلع معي، ما ضل عم أكبتها وقاومها وأهرب منها، لا بالعكس أنا أسمح لها أنها تروح وأتحرر منها، لحتى طالما أنا تحررت من هي المشاعر فبتجيني شغلات وبجذب شغلات كثير حلوة لحياتي، لأنه هي المشاعر عم تكون معيقة إلي لحتى أنا أتطور وأتقدم اليوم بالحياة، فبتقبل هي المشاعر ما عاد بتهرب منها. إذا ما بعرف أتعامل مع مشاعري بتعلم كيف أتعامل معها، واليوم في كتير دورات تدريبية وأهم دورة هي دورة الذكاء العاطفي لحتى تعلمني كيف أتعامل مع مشاعري، والواحد يكون مراقب وما يصعب على حاله كتير ويأسى، يعني الصيام هو بيجي لحتى يهديني ويشعرني بالطمأنينة مو يعصبني ويغضبني. أكيد بدنا نتمنى لك شهر مبارك عليك حلا، كل عام وانتي بألف خير وإن شاء الله هيك هذا الشهر يكون عن جد خير على الجميع. شكرا لحضورك. شكرا كتير، يومك حلو. أكيد الختام الأستاذة حلا الشيخ مدربة تنمية ذاتية، بدنا نشكرك كثير وجودك معنا لليوم، وشكرا على كل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا كثير، يعطيكم العافية.